جامعة محمد الخامس ثلاثة من الخبراء وأكثر من 100 رئيس جامعة الجامعة العربية والجامعة الأوروبية في إطار هذه الندوة الرابعة التي ننظمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد الخامس نصره الله. هذه الندوة بالنسبة لنا سوف تتيح لنا الفرصة لخلق فضاء حوار بين الجامعة العربية والجامعة الأوروبية. اليوم لنا المسؤولية أن نبرز عدد من المشاريع ذات الأهمية المشتركة بين الجنوب وبين الشمال، بين الدول العربية والدول الأوروبية، ولا سيما في مشاكل الهجرة، مشاكل التطرف والإرهاب، مشاكل الطاقات المتجددة، مشاكل التنوعات المناخية. كل هذا سنتطرق له في هذا الندوة المهمة الدولية، ونطلب أن نصب إلى وضع عدد من مشاريع بحثية جد هادفة، وأيضا نخلق بلاتفورم منصة للحركية بين الجنوب والشمال والتبادل المستمر لأساتذتنا ولطلبتنا ليستفيدوا من خبرة الدول الأوروبية ويبرزون خصوصية الإشكاليات لدول الجنوب.